السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا للداخلة، جهة الداخلة باستقطاب المستثمرين الأجانب والمنتخبين الإسبانيين، وهذا وفد أصحاب رؤوس الأموال اللي جايين هنا يفتحوا الشرايك في الداخلة. و المشهور نقول رسالة من هون من 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 جنيف لقيادة البوليزاري وعلى رأسها رئيس أركانها، لكن اللي كان يقول على أنه يحذر المستثمرين وقالها زعيمهم عن حذر المستثمرين، أيوة المستثمرين راهم جاوا للداخلة ولا يجوا العيون ولا يجوا الصمارة ولا يجوا البجدور ولا يجوا الأوسرد ولا يجوا البيرقندوز ولا يجوا الطرفاية ولا يجوا الطنطان ولا هي تبقى بقعة من الصحراء ما جاوا المستثمرين الأجانب وعدلوا في فلاحتهم وعدلوا في استثمارهم. إذن أنتم تهديدكم إذا عدتوا واعدين، إذا عاد لي عندكم وعد ولا عندكم كلام تفضلوا وجميلكم في الريح، تفضلوا وجميلكم في الريح، تفضلوا وجميلكم في الريح. المستثمرين هما دخلوا، انتم منين قاسوا صواريخاتكم؟ منين قاسوا حربكم؟ انتم حد قال كلمة يا عطو يوقف فيها البوليزاري وقيادة البوليزاري؟ يا منين يا صاحب الأركان اللي قلت على أنك وكلامك مزال عندنا اللي عملك تهدد المستثمرين؟ المستثمرين دخلوا وجميلك في الريح، وجميل ولي نعمتك في الريح، وجميل ولي نعمة ذاكرة أكبر منك في الريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساقية واد الذهب 1884، مرحبا بكم جميع المتصنفين والمتدخلين، راني مسلم عليكم جميعا. تهنيئا لكم، تهنيئا لكم يا أبناء إقليم واد الذهب. الكذيب ماجي القصعة والعمل حد يعدله في الواقع على الأرض الواقع هو العمل، ما الترهاص وسميتو الهانونسيوس بروباغاندا شنو ما خاص العمل، عمل على أرض الواقع والملموس، الملموس واللي عنده إيجابيات على الساكنة على المواطن هو الملموس. ما لم يعود الناس الثانية تتكلم بيك وانت قام عليك حاضر شنو هي سيان اللي جبت والقايب ما يسوى عنك فهم وتسوى إلا الجاب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، هذا عمل رائع ومستقبله على الأرض. يعمل الساكنة ما تجبرش عقب ذاك على الأرض، لأنهم كيف ما يعدلوا أباتنا وأجدادنا يرحمهم يقول لك علم ما هم نحن العلم الذي الباب يورانا. جزاكم الله خيرا، هذا عمل رائع رائع. والنصر، النصر والتيسير، النصر والتيسير. وهم أكبر مضيعين والو الحد غير الكلام والخوة الخاوي، ما عندكم ما تضيعوا الحد وطز فيكم وضيعوا القدية تضيعوا وش لا تضيعوا وان ضيعوا الوالو وش تضيعوا ثم قاس قد ضيعت العاد. المستثمرين ضوه في الداخل وراهم ليقصوا السمارة ولا يجوا العيون هم اللي يعدلوا فيها الاستثمار واحدين ثانيين لا تضيعوا شلا ما عم ضيعوا شش ضيعتوا قد ضيعتوا الحد. واللي صار انتباهي واللي اخترته ما يفوتني نهني عليه جهة الداخلة واد الذهب واللي على راس الخطاط واللحم اللي ينجي والف تحية ونعم الرجل. نهنيهم باستقطاب المستثمرين رجال الأعمال الإسبان للاستثمار منطقة الداخلة، وهذا وزيارة وفد المنتخبين كذلك الإسبان لإقليم الداخلة وادي الذهب. وهذا نحن نعرفه على أنه هو اللي مقيوس ولا يدخل وفود ثانية كبيرة حتى هي إقليم مادة الساقية، ولا يتخلق ملي لا يجي وفود ثانية لإقليم مادة الذهب ولا يجي المستثمرين من كل فج عميق. لماذا؟ لأن الصحراء خلاهم صبروا خمس عقود من الفيافي وخمس عقود من الكذب وخمس عقود من السراب، يعني الصحراء وقفتها على حدها، وبالتالي اليوم عاد شي واقع على الأرض، يعني مشارع واقعية على الأرض، على أرضنا، على أرض أباتنا وجدودنا. ما هو كيف مشروع مثلاً نخيله اللي نداره في الحوتين
وانكردت من الهمال الطائله باش تستثمرها قيادات، ولو كيف مشروع الدجاج اللي يرتفد من الخيل ما يلحق الرابوني حي، ولا كيف مشاريع الوهم اللي نعوم فيهم دائما تعوم فيهم عقولنا من 1975 من شهر 11 1976 والصحراء ماشيين في الفيافي وفي الكذب وفي الخيال وشي ما هو قايس الشور. اليوم المشاريع صبحت واقعية على الأرض في الداخلة وفي العيون وفي البجدور وفي الصمارة، وبالتالي أظن على أن هذه خطوة رائعة وتجسيد لنتائج الانتخابات الأخيرة، وخطوة أكيد مولي عنها لا يتزعزع قيادة الرابوني ذيك الشرقية اللي قاع هي قاع هو اللي زعزعها عادة لا مردودة في الدم وتوف كيف السن يصير طايح عليها. وبالتالي أظن على أنها هذه الخطوة تنعت قبال فشلهم وتنعت ملي التحدي، لأن رئيس أركان ما يسمى بالبوليزاري وقال رانا قال نحذر المستثمرين، هو يا رئيس أركان البوليزاريو المستثمرين راهم جابوا معهم المنتخبين ملي أطلص خيلك، أطلص اللي عندك من دفاعات الروس اللي خاوي وفي ذاخرتهم، أطلص اللي في يدك وقول الولي نعمتك ملي قويلي، وقول اللي نعمتك ورا ذاك الجزائر عنهم لا تصل اللي في يديهم. هذا التهديد هذا باش تعرفوا على انهم يقولوا كامل لا تهديد الكذيب ولا دلس، يا رئيس أركان البوليزاري ويا زعيم الوهم اللي في الرابوري ويا اولياء نعمتهم ورام اتصل اللي في يديكم، المستثمرين دخلوا والمنتخبين معاهم دخلوا وانتم قلتوا لا تصادقين اوفوا بعدكم تفضلوا راعيهم، راعي المستثمرين في الداخل ويجميلكم في الريح، ولا يجوا المستثمرين لا يجوا للداخل ولا يجوا للعيون ولا يستثمروا في الداخل ولا يستثمروا في العيون وفي بجدور وفي الصمارة وفي السرد وفي بير قندوز وفي الداخل وفي كل بلاد لا يستثمروا فيها المستثمرين الأجانب، ولا يبنوا في عدل في لاحتهم ولا يستثمروا في شرايكهم ولا يستثمروا في البحر، وطرصية البوليزاريو اللي فيدك يجميلك في الريح.